للتعليق على سير التظاهرات ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي. مرحبا بك أستاذ حسين. أهلا وسهلا حياكم الله. يعني على الرغم من استمرار التظاهرات في بغداد والمحافظات وأنها آخذة في الطابع السلمي ومنذ انطلاقها وحتى الآن، على الرغم من التقارير الكثيرة التي صدرت من المنظمات الحقوقية تحذر فيها الحكومة من استخدام القوات الأمنية والميليشيات الذخيرة الحية والقنابل الغاز غير المطابقة والتي راح ضحيتها أكثر من 600 شهيد وآلاف الجرحى والمعوقين، مع ذلك تستمر القوات الأمنية باستخدام الذخيرة الحية وقتل المتظاهرين، ما تفسيركم لذلك؟ هل هو إصرار من القوات الأمنية على الاستمرار بهذه الجرائم؟ يعني هو أولا معناها هو عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين واعتماد الحل الأمني لمعالجة هذه التظاهرات، وقد فشل هذا الحل الأمني، إضافة لأنها قد استخفت بالمنظمات الحقوقية الدولية التي تدعو إلى عدم استخدام القوة المفرطة والذخيرة الحية لمواجهة المتظاهرين. يحتاج تحرك جاد وفعلي من المنظمات الحقوقية والدولية لمواجهة هذه الحكومة والقوات الأمنية التي تستخدم هذه الذخيرة ضد المتظاهرين، بمعنى أنه يحتاج إلى فتح ملفات محاكمة هؤلاء، وإلا سيبقى الأمر مستمر على استنزاف كثير من دماء المتظاهرين الأبرياء. نعم، استخدام هذه الذخيرة الحية تركز في الأيام الأخيرة في الجسور ومنها جسر الأحرار. لماذا أستاذ حسين برأيكم يتم التركيز بهذا القدر على الجسور وما أهميتها بالنسبة للسلطة؟ يعني هي جسور هي تعتبر النقاط المهمة والحيوية في بغداد، يعني هي تفصل الكرخ عن الرصافة، بمعنى تفصل بغداد بعضها عن بعض، فأيضا سيطرة المتظاهرين على هذه الجسور وانتشارهم فيها بمعنى أنه يساعد المتظاهرين للتقدم باتجاه منطقة الخضراء، وأيضا يمنع القوات الأمنية من التوغل أو حصر المتظاهرين في مناطق فرعية صغيرة. من الصعب، المتظاهرين يحتاجون إلى المناطق الحيوية سواء الساحات الكبيرة أو الجسور لشل حركة الحكومة وعدم استهدافهم في المناطق الضيقة التي يصعب على المتظاهرين أن ينتشروا بكثافة في هذه المناطق. لأهمية الجسور مهمة جدا سواء المتظاهرين أم للحكومة. هناك مستجدات مهمة على صعيد الثورة، متظاهرو الزبير يقطعون الطرق المؤدية إلى المواقع النفطية، يعني هذه الخطوة ما مدى تأثيرها على الضغط على الحكومة؟ يعني هذه نقطة مهمة جدا، المتظاهرين يستخدموا، وهذه جزء من السلمية عندما يسيطروا على منابع النفط أو المصافي النفط لشل حركة الحكومة الاقتصادية، لإرسال رسالة إلى العالم بأنه إن كان النفط أهم منا فنحن موجودون، لا نسمح بتصدير هذا النفط، أنه بعض الدول الكبرى يعني تقدم مصالحها المالية الاقتصادية مع الحكومة على حساب الدم العراقي، فهي رسالة أيضا من المتظاهرين سواء للحكومة أم للقوة الدولية الداعمة للحكومة بأن الأمر لا يمكن أن يستمر على حساب دمائنا. هناك شهداء أيضا في هذه المواقع الاقتصادية أو النفطية في أم قصر أيضا، يعني ماذا يعني ذلك ومع سكوت العالم؟ بالتأكيد لأنه هي اعتمدت على الحل الأمني، قوات غير لا توجد جهة قضائية تحاسبها، فالاعتماد على الحل الأمني أكيد سيكون به كثير من الشهداء، ولكن المتظاهرين مستمرين ومصرين على ما يريدون وعلى تحقيق مطالبهم من الحكومة. ننتقل إلى ذي قار وظاهرة حرق المباني الحكومية، المبنى البديل لمجلس المحافظة ومبنى قائم مقامية الدواية. من الذي يفتعل مثل هذه الحرائق ويلصق التهمة بالمتظاهرين السلميين؟ يعني أولا المتظاهرين قد وثقوا كثير من الجرائم التي يقوم بها جهاز مكافحة الشغب، شرطة مكافحة الشغب في بغداد وفي مناطق أخرى، عندما يقومون بحرق محلات ودوائر حكومية أو سرقة هذه المحلات لإلصاق هذه التهمة بالمتظاهرين. هناك تقارير تشير بأن حتى جريمة السرقة قد انخفضت منذ بداية التظاهرات ب11 وإلى الآن. هذا دليل يثبت على أن المتظاهرين ناس سلميين أولا، يمتلكون مشروع وطني، بعيدين عن هذه الجنايات وهذه الجرائم التي
ترتكبها بعض أو عناصر الأمنية أو التابعة للحكومة لإلصاقها بالمتظاهرين، وقد وهذا الأمر يعني مضى عليها الزمن ولا يمكن للعراقيين أن يقتنعوا بما بروايات الحكومة ضد المتظاهرين. ماذا عن الرأي العام الدولي تجاه محاولات الحكومة شيطنة المتظاهرين في العراق؟ يعني حقيقة أولا الرأي العام الدولي ما زال لحد هذه اللحظة خجول، غير ساند قوي للمتظاهرين. لا يوجد بلد منذ شهرين والمتظاهرين يستنزفون ويقتلون في الشوارع، والمجتمع الدولي متفرج باستثناء بعض البيانات الضعيفة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. سيطرة المتظاهرين لا تستطيع الحكومة سيطرتهم، بل على العكس في كل يوم تزداد شعبية المتظاهرين وتزداد حاضنتهم الشعبية، تنحاز عليهم كثير من المنظمات، تنحاز لهم كثير من النقابات. المتظاهرين بالعكس عزلوا الحكومة وأصبحت في مأزل، والشعب العراقي يتابع أخبار المتظاهرين ويثق بها أكثر مما يثق في بيانات الحكومة وأخبارها. كذلك هذا التضييق كان مثل ما كان على المتظاهرين السلميين على الأرض، كان كذلك على عدد من المؤسسات الإعلامية التي قامت الجهات الحكومية بتوقيف عملها وتوجيه تحذيرات وإنذارات لها. كيف يفسر هذا التضليل وربما إخفاء الحقيقة التي تكون في الواقع؟ يعني هم يريدون رواية واحدة تصدر من القنوات الرسمية فقط للشعب العراقي وللعالم، واليوم نسوا بأنه مواقع السوشيال ميديا وغيرها هي تستطيع أن تنقل الخبر بدون الفضائيات مباشرة إلى الجهات التي تريد أن تطلع على أخبار الأخبار المتظاهرين في العراق. تضييق هذا الأسلوب، تضييق ومنع بعض القنوات الإعلامية، هي مخالفة للدستور العراقي، مخالفة للقوانين العراقية، ولكن ليس لدى الحكومة غير هذه الوسائل، استخدام ذخيرة حية، غلق قنوات حكومية، كل هذه أساليب فاشلة لن تثني المتظاهرين عن أهدافهم التي يطالبون بها، وهي إسقاط هذا النظام، رفض الهيمنة الإيرانية، محاربة الفساد وتقديم الفاسدين إلى العدالة. لماذا هل العراق حالة فريدة أو حالة خاصة بحيث أن كل البلدان التي حصلت بها تظاهرات منذ الربيع العربي نرى أن هناك موقفا أمريكيا أو على الأقل هناك يعني آراء من داخل البيت الأبيض تجاه هذه التظاهرات، نرى أن الدور أو ليس الدور إنما الموقف الأمريكي غائبا وهو ربما شبه مؤيد للحكومة، وخصوصا عندما جاء النائب الرئيس الأمريكي حذر من النفوذ الإيراني ولم يأتي على أي شيء فيما يخص التظاهرات في العراق والقتلى الذين يسقطون والشهداء داخل هذه التظاهرات. يعني تبقى الولايات المتحدة المسؤولة الأول على ما جرى في العراق، هي مسؤولة على تسليم العراق لإيران وهيمنة إيران على مقدرات الشعب العراقي وعلى الدولة العراقية وجميع قراراتها السياسية العسكرية الاجتماعية الاقتصادية، تبقى هي المسؤولة الأول، وواجبها الأخلاقي عليها أن تنحاز إلى المتظاهرين وتنحاز إلى الشعب، ليس إلى المتظاهرين. المتظاهرين ليسوا فئة صغيرة، هم يمثلون الشعب، أن تنحاز إلى الشعب العراقي وتصلح هذا الخطأ، وإلا الشعب العراقي لن يغفر لها ولن ينسى. أنت تتوقع أن من قام باحتلال العراق أن يكون له واجب أخلاقي تجاه العراق؟ أمام المصالح ممكن. الولايات المتحدة دولة أيضا دولة كبرى ودولة مصالح، ممكن أن تنحاز إلى الشعب العراقي في مواجهة المشروع الإيراني، خصوصا بعد ما فقدت الأحزاب الدينية الطائفية في العراق شعبيتها، فقدت حاضنتها، فأصبحت تعيش حالة إفلاس سياسي. فلا يمكن للعراق أن يدار بهذه الطريقة. نسبة انتخابات لم يشارك فيها 20% وهي مزورة، انفلات أمني، فساد عارم، قمم في الفساد سواء من رأس الهرم إلى القواعد. هذا الأمر لا يمكن أن تكون هناك دولة، وبنفس الوقت الولايات المتحدة هي مسؤولة أيضا على الأمن والسلم العالمي الدولين باعتبارها أقوى دولة في العالم، فلا بد من أن تغير سياستها ولا بد أن تنحاز للشعب العراقي ضد هذه الحكومات الفاسدة إن صحت روايتها، وهي في حرج بأنها هي ضد المشروع العراقي الإيراني ومواجهة إيران في العراق. شكرا جزيلا لكم أستاذ حسين السبعاوي، كنت ضيفنا في استوديو الرافدين، أشكرك للحضور. شكرا أستاذ حسين. شكرا.